صالون ايدوكتاك هو صالون التربيه والتعليم، صالون التكوين المهني، وصالون التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات المعرفه. اخترنا شعار طبعة الثالثة الذكاء الاجتماعي في خدمة التعليم والتعلم. الهدف من صالون ايدوكتاك هو الجمع بين جميع الفاعلين الأساسيين في ميدان التربية والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة. بالنسبة للعارضين عندنا تقريب حوالي 80 عارض. ما يميز الطبعة الثالثة عن الطبعة الأولى والثانية هو تأسيس أو إنشاء مسابقة بالشراكة مع المعهد الوطني للبحث في التربية ليناغو. هي موجهة للمؤسسات الناشئة، الحاملين لأفكار أو الحاملين لبحوث أو مؤسسات تعمل في إطار تطوير التعليم ووسائله الحديثة، وأيضا في ميدان المقاولاتية وريادة الأعمال. اليوم جينا المعرض هذا، لقينا بزاف شركات عمومية وخاصة عارضة هنا. احنا كزائرين رانا عجبنا الحال بزاف. جيت على واحد الحاجه مختصه في السيت ويب وفي لي بارجوم اكسيتيرا، ولقيت العارضين مختصين في هذا المجال ونستقبلوني بيان، بروبوزيت عليهم لي بوزوا تاعي. لقيت كومينيكاسيون بزاف شابه، والحاجه تاعي لقيتها في هذا المعرض. صافي بليزير يكونوا معارض قلت كيما من هذا النوع.